بسم الله الرحمن الرحيم. مع بعض في نوبريكال اناليسيز اف اي تي 333. النهارده هنتكلم عن النوبريكال ديفرنشيشن. احنا خلصنا النوبريكال انتجريشن وخدنا القواعد بتاعتنا سيمبسون وخدنا ترابيزويدال. النهارده بقى هنتكلم ازاي نستخدم النوبريكال ميثودز في ايجاد الديفرنشيشن. معنى كده ان الفانكشن بتاعتنا ممكن ما نكونش عارفين شكلها ايه، ممكن تكون صعبه في الايه في الديفرنشيشن. اوكي، ففي الحاله دي احنا هنرجع لما يسمى نوميريكال ديفرنشيشن. تمام. طب عندي ثلاث قواعد مهمين قوي. اول قاعده ايه هي؟ الباكورد ديفرنس فورمولا. باكورد ازاي؟ بيبقى عندك النقطه اكس اي والنقطه اللي قبلها. اوكي، فبتيجي الديفرنشيشن عن طريق النقطتين دول، النقطه الاخيره والنقطه اللي قبلها. يبقى دي تعتبر سيوتابل لو انا بتكلم مثلا زي جدول زي ده وعايز اجيب الديفرنشيال عند اخر نقطه عشان ما فيش نقطه بعديها، يعني عند دي مثلا. فبلجا لدي لما تكون النقطه اكس اي في اخر التيبل، ات ذا اند اوف ذا تيبل، مدالي في الاخر، عشان تفهم كل قاعده ليه. بنسميها ايه؟ باكورد ديفرنس فورمولا. خلاص، بتبقى النقطه الاف داش عند الاكس اي بتجيب قيمه الاف عند الاكس اي ناقص اللي قبلها، يعني بتجيب قيمه الفانكشن هنا ناقص قيمتها عند اللي قبلها وتقسم على الاتش. الاتش هي المسافه بين النقطتين. هيبقى لازم يكون الجدول ايكوي سبيسيفايد، يعني كله ايكوي سبيسز، يعني مسافات متساويه بينهم. هتشوف دلوقتي. طب في نقطه ثانيه، دي بقى ايه اسمها ايه؟ الباكورد. يبقى الباكورد سيوتابل لما تكون نقطه زي دي مثلا 0.7 في اخر التيبل. يبقى هنا بجيب قيمه الفانكشن عند النقطه هنا ناقص اللي قبلها، ناقص اللي قبلها على المسافه بينهم. طيب لو كانت النقطه بقى في اول التيبل زي نقطه زي دي مثلا 0.5، فماشي، فبعمل ايه؟ فبقوم جاي جايب اف داش عند الاكس اي، بقوم جاي جايب النقطه اللي بعديها اللي تليها. انا عايز بقى بص اهي، انا عايز احسب هنا الاف داش هنا، فبجيب النقطه اللي بعديها اللي تليها، وبالتالي دي تشتبل امتى؟ لما تكون النقاط في اول الجدول. خلاص، يبقى دي حلوه قوي الطريقه دي لما تكون نقطه في بدايه الجدول، اول نقطه في البدايه، وديت حلوه جدا في النقطه في اخر الجدول. طيب يبقى بتجيب اللي بعديها ناقص هي على الحته دي. حلو. طب لو النقطه في نص الجدول، يعني في نقطه قبلها ونقطه بعديها، تبقى سيوتابل ليها الطريقه دي. طبعا دي احنا قلنا عليها فورورد ديفرنس فورمولا. هنا بقى بيبقى عندك هنا اكس اي اهي، اللي بعديها اكس اي زائد واحد، واللي بعديها اكس اي ناقص واحد، وانت عايز تحسب الاف داش عند دي، فبتجيب قيمه اللي بعديها ناقص اللي قبلها وتقسم على 2 اتش. لاحظ هنا اتش. خلاص، يبقى عندي كام فورمولا؟ ثلاث فورمولات. طيب بعد كده فاضل لي حاجه واحده، ازاي نجيب الدبل ايه ديريفاتيف، يعني الاف دبل داش. وهي ليها قانون جميل جدا، انت بتحسبها عند الاكس اي بيبقى عندك اللي قبلها واللي بعديها، ماشي، بتبقى اف، يعني بيبقى عندك ثلاث نقط، ادي الاكس اي اهي، ده في الاف دبل داش، بيبقى عندك هنا ادي الاكس اي، بيبقى عندك اللي بعديها اكس اي زائد واحد، وعندك اللي قبلها اكس اي ناقص واحد. انت عايز تحسب الاف دبل داش هنا، ماشي، بتاخد اللي قبلها، ماشي، وتاخد اللي بعدها بالزائد اهو، ناقص اتنين عندها الاكس اي اللي في النص، اتنين اهي، وتقسم هنا على الاتش سكوير بس. يبقى كده احنا كده الجزء ده خلصناه. وناخد مثال او مساله، في مساله اكسرسايز اهي، احنا عرفنا الثلاث قوانين اهو، يلا بينا ناخد مع بعض اول مساله. ادي مديني جدول اهو وكاتب لي هنا اف داش، عايزين هنا وهنا وهنا، يعني عايز اجيب اف داش عند النقطه دي. طبعا مديني جدول هنا عند 0.5 القيمه كده. خلاص، احنا طبعا فهمنا الفكره وكل حاجه بقت واضحه ازاي بنعملها. ماشي يا ابطال، ممكن نمسح الجزء ده، خلاص مش محتاجينه، عرفناهم وحفظنا الباكورد والايه وكل حاجه. يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه. يلا مديني جدول اهو بيقول كومبليت ذا تيبل، او يقول لي فايند اف داش عند 0.5، اف داش عند 0.6، الاف داش عند 0.7. اول ما امسك الجدول، اولا هلاحظ حاجه جميله انهم ايكوي سبيسد، يعني كل السبيس واحده، يعني 0.5 اهي، يعني بص معايا، ادي 0.5، ادي ثلاث نقط اهم مديهم لك، ادي واحده اهي، دي اللي هي 0.5، اللي بعديها 0.6،
اللي بعديها 0 بوينت كام؟ دي تبقى 0.7. طب ده ناقص ده 0.1، طب ده ناقص ده 0.1، يبقى اتش ثابته صح خلاص. طيب انا عايز احسب هنا، طب دي في بدايه الجدول، يبقى لازم احول اللي بعديها ناقص اللي قبلها خلاص. يبقى لازم احول الايه اللي بعديها ناقص اللي قبلها. هستخدم اي قاعده من القواعد اللي احنا خدناها اهو خلاص كده. يبقى ببص انا على ايه يا جماعه؟ على اي قاعده؟ النقطه اللي انت عايز تحسبها، اول واحده اللي انا عايز احسبها اللي هي اف مين؟ اف داش هنا. يلا هقول اف داش اهي، اف داش عندي 0.5 حلو قوي، 0.5 مفيش بعدها، يبقى لازم اخد اللي بقى مفيش قبلها، يبقى لازم اخد بعدها ناقصيه، يبقى هتاخد دي ناقص دي، فهمت الفكره؟ يبقى ايه انت عايز اف اكس اي، يبقى اكس اي زائد 1 ناقص اكس اي خلاص. يبقى هاخد الفورورد، يبقى هنشتغل على الفورورد، يبقى هتاخد اللي بعديها ناقص اللي قبلها. انت عايز اف داش هنا، فهتقول لي انت عايز اف داش عندي دي، هتقول اف داش عندي دي اف دي ناقص اف دي، يعني هتقول اف اوف 0.6 اللي بعديها ناقص هي، يبقى هي مين؟ اف اوف 0.5 على المسافه اللي هي اتش، اتش اتش اللي 0.1، هي المسافه دي اللي هي دي ناقص دي او دي ناقص دي لانها ثابته، اللي هي 0.1 اللي هي اتش خلاص. وضحت الفكره؟ طيب حلو جدا، هتقوم جاي مطبق القاعده، يلا بينا. هتقوم جاي هنا على اتش، الاتش هنا هي مين؟ 0.1. عوض واطرح يلا، هتبقى هنا الاف عند 0.6 اهي، ناقص ديت ناقص ديت على 0.1 هيطلع ده. طيب عايز اجيبها هنا، هنا دي في النص، يبقى اطبق السنترال اللي هي اخر واحده، اللي اجيب ديت ماشي، هنقول السنترال هنطبقها اللي هو ده زائد ده عادي على 2 اتش خلاص. يبقى الاف داش عند السنترال بوينت هنا ناقص، خلي بالكم ماشي ابطال، ده ناقص ده على 2 اتش خلاص. يلا نطبقها الاف داش، طبعا هي دي خلاص حسبناها اهي، طلعت كام دي؟ يلا هنجيب بقى اف داش عند 0.6 ماشي تمام. يلا هنقوم جاي قايل انا عايز عندي دي، يبقى هي اللي في النص، دي اللي في النص، يبقى هتجيب ديت ناقص ديت على 2 اتش، يبقى هنا اف اوف 0.7 ناقص اف اوف 0.5 اهي على 2 اتش بس. اف اوف 0.7 هشيلها واحط الرقم ده اهي ماشي، هنا اف اوف 0.7 ناقص اف اوف 0.5. يلا هنعوض ونحسب ايه، وتبقى الامور سهله جدا جدا جدا. اوكي ده ناقص ده، يلا هنعوض هنا طبعا 2 اتش، الاتش بكام؟ ب 0.1، هتضربها في 2 هتبقى 0.2 خلاص. اف اوف 0.7 المقدار دوت الحته دي هتبقى هنا 0.6442 ناقص اف اوف ديت اللي هي 0.4794، ده ناقص ده على ده، هتحسبه هيطلع كام؟ هيطلع هنا هيطلع 0.8، هيطلع 0.8240 خلاص. واحط بقى النواتج، اني احط الرقم ده هنا هيبقى 0 هنا دوت، واحط الرقم ده هنا، فاضل اخر واحده اللي عندي 0.7. 0.7 ما اقدرش استخدم الفورورد، ليه؟ لان لازم اجيب اللي بعدها، طب دي هي اخر واحده في الجدول، يبقى مش هينفع يعني، مفيش بعديها حاجه ماشي، مفيش بعدها حاجه، فهتضطر تعمل ايه؟ تاخد اللي قبلها ناقصيه بس، يعني حتى اللي مش حافظ على طول هتاخد اللي بعدها ازاي؟ يبقى هناخد اللي قبليها ناقص دي ماشي. يبقى اخر واحده هعملها دلوقتي اهي عند الاف داش عند 0 بوينت ماشي يا ابطال، عند 0 بوينت كام؟ 7 اهو، عايز اجيب اف داش عند 0.7، هقوم جاي مستخدم نفس الطريقه اللي احنا عملناها دلوقتي، اللي لسه قايلها دلوقتي حالا اهي، عايز اجيب اف داش اهي، اف داش عند 0.7، فانت بمخك حتى لو احتجت في الامتحان لا مفيش بعدها حاجه، فهقوم جاي اللي قبليها ناقص دي، يبقى هجيب اف ماشي اوف 0.6 ماشي تمام. اوكي اهي 0.6 اللي هي كام؟ ناقص 0 بوينت كام؟ يعني هنقول ديت ناقص دي، يعني دي ناقص دي، يبقى هنا اف اوف 0 بوينت كام؟ 7 اللي هي كام؟ 6.44، يبقى اف اوف 7 هي ناقص اللي قبلها، يبقى اف اوف 0.7 ناقص 0 اف اوف 0.6 على 0.1 بس ماشي، اللي تصلح معاها هي دي خلاص يا ابطال.
ماشي يعني ايه؟ هناخد الاي ناقص واحد ناقص الاي، اوكي؟ تمام؟ الاي ناقص اي ناقص واحد، انت عايز عند ال7 يبقى عند ال7 ناقص اللي قبلها. عندها هي ناقص اللي قبلها، خلاص؟ طب عندي 0.7 6 4 كام؟ 6 4 4 2 0 بوينت ناقص. عندي 0.6 5 6 5 6 4 6 على اتش، اتش ل 0.1 هتحسب هيطلع لك 0.98 بس كده، خلصت المسألة. اوكي؟ يبقى عندي 0.7 هي آخر واحدة في الجدول، فما ينفعش آخد اللي بعديها. هتيجي منين؟ فبتاخدها هي ناقص اللي قبلها، هي ناقص اللي قبلها على إيه؟ على اتش. هتاخد هي ناقص اللي قبلها، خلاص؟ الـ 0.7 طبقنا القاعدة بتاعت الإيه؟ ماشي أفترض اللي هي فين هي؟ اللي هي القاعدة بتاعت الإيه؟ الباكورد، ماشي؟ الـ XI ناقص الـ XI ناقص 1، أوكي؟ الـ XI هي دي الـ XI، تبقى بتبدأ بالـ XI وهنا الـ XI ناقص 1، F عند الـ XI ناقص 1، بس. اللي هي الايه؟ الباكورد ميثود. هنا استخدمنا الباكورد ميثود ليه؟ لانها اخر نقطه في الجدول، خلاص؟ خدنا الباكورد. الفورورد بستخدمها لما اكون فين؟ في بدايه الجدول. السنتر في اي نقطه بينيه. خلاص تبقى انسب، تبقى ادق. اوكي؟ تمام؟ طيب ناخد بقى مساله على الاف دبل داش، خلاص؟ مساله اهي موجوده الجدول اهو، هننضف بس السبوره بحيث نشوف بقى الايه المساله دي. يبقى خدنا مساله عن الاف دبل داش، نطبق القانون اهو ونعرف ازاي بنجيب واحده واثنين والثالثه وخلاص، بتبقى الامور بسيطه جدا. وهنا طالب مننا في المساله ديت على فكره اف دبل داش عندي 0.4 ماشي او 0.6 بيطلبها في نقطه بينيه، يلا يعني عشان نطبق القاعده اللي قدامنا. لان لاحظوا بقى في الاف دبل داش عند الاكس اي لازم يبقى اللي بعدها واللي قبلها موجودين، خلاص تمام كده؟ يبقى اللي قبلها واللي بعدها لازم يكونوا ايه يا جماعه؟ موجودين. طيب حلو قوي، لان القاعده اللي احنا شغالين بيها اهي اكس اي لازم تبقى اكس اي واللي بعديها اكس اي زائد واحد واللي قبلها، يعني هنا لازم تبقى عند اللي قبلها واللي بعدها، خلاص؟ اوكي يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هو طالب هنا بقى مين؟ عايزين اف دبل داش عند 0.4 اهو 0.4. بصوا بقى معايا، هو طالب هنا في المساله دي، المساله اهي هنا اكس وهنا اف اوف اكس، ادي المساله اهي شوفوها كويس واضحه اهي، ماشي يا ابطال اهي مساله واضحه اهي عشان تشوفوها كويس. اوكي ادي المساله اهي عندي 0.2 عندي 0.4 عندي 0.6 عندي 0.8 كل واحده قيمتها موجوده. عايزين نحسب اف داش هنا، فاللي بعديها موجوده واللي قبلها موجوده، والقانون اهو. يبقى اف دبل داش عندي 0.4 بقت بسيطه جدا. يلا بينا، واحد على اتش تربيع، اولا هنا اتش بكام؟ ده ناقص ده 0.2، ده ناقص ده 0.2، لان انت ماشي كده 0.2 0.4 0.6 0.8 0.1 يعني 1 يبقى كل مره بيزود 0.2. يبقى اتش ثابته ايكو سبيسد، كلهم سبيس واحده، كل مره كل مره كل مره بيزود 0.2 ايكو سبيسد، يعني مسافه متساويه، عشان كده تبقى ملائمه لينا ان احنا نشتغل بالقاعده ديت. اوكي طب في الحاله دي هنعمل ايه؟ يلا احنا خلاص النقطه 0.4 ماشي يا ابطال، اللي بعديها واللي قبلها موجودين اهي، اكس اي اهي واللي بعديها موجوده واللي قبلها موجوده. اطبق القاعده، واحد على اتش تربيع، الاتش بكام يا ابطال؟ الاتش ب 0.2 اهي 0.2، طبق في القاعده دي تربيع وافتح قوس اخد قيمه الفانكشن اللي قبلها، انت عايز 0.4 اهي، اللي قبليها اهي واللي بعديها اهي، هاخد اللي قبليها يبقى هاخد هنا مين؟ 0.979865 ناقص 2 في قيمه الفانكشن عند نفس النقطه، يعني 2 في 0.917771 يبقى 2 عندها هي، قانون اهو 2 عند نفس النقطة. طيب وبعد كده زائد اللي بعديها، اللي بعدين هي دي زائد 0.8 08
0, 3, 8 واقفل البراكت واعمل كده اهو. اجمع ده بالكالكيوتر واقسم هتطلع الاف دبل داش جاهزه. هتطلع لنا الاف دبل داش جاهزه ماشي. هتطلع ماينس 1.191050 بس خلاص. بنفس الطريقه ممكن نجيب عند 0.6 عند 0.8 وهكذا. اوكي ماشي ابطال. والجزء الثاني زيها بالظبط يعني ما فيهاش اي حاجه. اوكي يعني نفس القصه عند 0.6 هيبقى عندك اللي بعديها وعندك اللي قبليها وتطبق بنفس الطريقه. يبقى احنا كده خلصنا الحمد لله النوميريكال ديفرنشيشن. اوكي الله يعطيكم العافيه.